مشاهدونا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة العامرة الطاهرة في أول أيامنا لنقل شعائر صلاة الفجر على الهواء مباشرة من هذا المكان الطاهر، من بيت من بيوت الله أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف، أشهر مسجد ومنارة للفكر والعلوم الإنسانية على مر التاريخ. أيها المشاهدون الكرام، نحييكم ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية في هذا الشهر الطيب المبارك من أيام الله تعالى، شهر رمضان المبارك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول أيضا في رواية أخرى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو شهر الكرم والجود، شهر رمضان المبارك. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. مشاهدينا الكرام، نستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مثل نوره
مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. الفاتحة.